وأول فقراتنا حنروح فيها برحلة عبر التاريخ والجغرافيا، أكيد برفقة الدليل السياحي. حنتعرف اليوم على هي المهنة بين الماضي والحاضر كيف تغيرت، وطبعا على أهم المعالم السياحية على الخارطة السورية. أكيد يا رشا، وضيفنا اليوم هو من أقدم الأدلاء السياحيين اللي مارسوا المهنة لأكثر من 3 عقود، إضافة لعمله الإعلامي والبحث والتدريب. اليوم رح يرافقنا الأستاذ عبد الرزاق الحمصي، دليل سياحي وخبير إدارة مواقع أثرية، ليخبرنا أكثر عن هي الخبرة والتجربة والمسيرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير للشام ولسوريا كلها، ومصبح على زملائي الأدلاء باعتباري بدي أحكي على الأدلاء. صبح عليهم كلياتهم. مهنة الدلالة السياحية هي مهنة قديمة، حتى كلمة دليل وردت تقريبا من وقت كان في دمشق وحلب وتدمر على محطات بطريق الحرير، كان يرافقهم للقوافل دليل، بس دليل بصفة أنه يدلهم على الطرق التجارية، يعني كلمة دليل كانت واردة، أو أحيانا كان يستخدمه مرشد. تطورت المهنة مع مرور الزمن، بالعهد الأموي والعباسي كمان وردت أسماء بوثائق اسم الدليل، دليل بس مو دليل سياحي، حتى بالمعارك كان يستخدموا دليل ليدلهم على المواقع ويدلهم على المدن اللي بده يدخلوا لها. كل الجيوش يعني كان تاخذ شيء اسمه دليل. ظهر الدليل السياحي بشكل واضح جدا بآخر 200 سنة، يعني بقرن 18 وأكثر من 200 سنة، وصار في اهتمام أوروبي وعالمي بالمواقع الأثرية بسوريا، خاصة تدمر ودمشق وحلب وطرطوس. صار يطلق عليه اسم دليل سياحي. وعنا بالتاريخ بعض الأسماء اللي كانت، مثلا مجول المصرب. مجول المصرب كان دليل سياحي، نظم رحلات وكان دليل سياحي من دمشق لتدمر، هو من البادية، وتزوج أحد المشاهير الأوروبيين اللي اسمه جين ديكبي، اللي كان في مسلسل عنا سحر الشرق. وفي دليل ما قدرت أحصل على اسمه، بس حضرت على صورته، هي من أول الصور الملتقطة، إذا الكاميرا بتقدر تاخدها. أدي عمرها هاي الصورة اليوم؟ هي تقريبا 1880، يعني 140 سنة. كان في دقة حلوة بتصوير. هي من أوائل الصور، هي أنا وجدتها بأرشيف المصورين، بس هي نسخة عن الصورة طبعا. إذا بتلاحظوا كان ينتقد دليل هنيك إنه يكون بنية قوية، لأنه كان دليل وكان يحمي السياح، لأنه وقت ياخد سائح من دمشق لتدمر أو لحلب، الطرقات كانت بالبادية يتعرضوا لمخاطر، كان يكون بنية قوية، وحتى شكل يعني عنده حضور لحد الآن، عنده كاريزما، عنده كاريزما بالضبط، وحامل سلاح. السلاح مو لأنه ليحارب، هو ليحمي السياح. وكثير مشاهير اجوا لسوريا، بداوا يجوا من قرن 18 لهلا. خبرنا استاذ عبد الرزاق، بما انه حكيت عن المشاهير، اهم الشخصيات هيك عبر التاريخ اللي زارت سوريا. بس احكي في دليل كنت نوه عليه بالمره الماضيه، هذا يعني من العصر الحديث، جورج عبيد. جورج عبيد مثل انه فلته من فلتات هالزمان، هذا انسان فنان اول شيء وصايغ ودليل سياحي متميز جدا، كان بيتقن اكثر 5 لغات تقريبا. حلو. لم يحمل ولا شهاده. هذا ابداع بالبحث العلمي. كان يصير في مؤتمر عن ابلة او ماري باوروبا، بروما، بلندن، يطلع بالطياره على حسابه ليحضر هالمؤتمرات. كان باحث وكان متفوق جدا، الله يرحمه، توفى تقريبا من 10 سنين. وكان صايغ مجوهرات، ويمكن بتشوفوا صور على الطوابع. هي هذا إنسان رائع جدا، أنا حبيت نوه من المرة الماضية عليه، وهلأ إجت فرصة لنوه. هو صديقنا وباحث بكل شيء له علاقة، حتى آخر بحث سواء عن الأسر السورية. حلو. عن الأسر السورية وتاريخها، ويعني إنسان قد ما قلت عنه، كان كل ما أطلع مع سياح يكونوا طالعين معه قبل هلأ يقولوا لي جورج عبيد، جايبين له هدايا توصل له يا هون أو بنلتقى فيه. إنسان رائع واجتهد كتير وقدم كتير لسوريا وترك بصمة بالسياحة. نعم. ممكن نحكي كمان على بعض الأدلاء اللي فاطمة جود الله. فاطمة جود الله بدأت الدلالة السياحية 1965،
اشتغلت لنهاية التسعينات. نهاية التسعينات بلشت ألف كتب، وهذا كتاب شامل عنا سوريا نبع، يعني من الكتب الشاملة عن كل مواقع سوريا، هذا واحد منهم وهم منهم. فاطمة جدود الله كانت طيار شراعي، من أوائل الطيارين الشراعيين سواء بين الذكور والإناث. كانت مدرسة وكانت إعلامية زميلتكم، وظلت إعلامية تكتب بالصحف السورية. فاطمة جدود الله. في أسماء كتير لحد الآن، في بزملائنا الموجودين على قيد الحياة هلأ، في عبد الحي الدور بحلب، سونيا الرائعة الحلبية، هاي سيدة أعمال، هي بتلاقي الدليل المتميز عنده عدة أعمال. لذلك هدول بدي نوه، ممكن إجي للجيل الجديد كمان، أنا ثقتي كتير كبيرة بالجيل الجديد، وفي ناس متميزين. أمثلة يعني في كتير أمثلة بس ما هأذكرهم هلأ، لا في وقت لنذكر كلهم. في شاب وصبية ماري وفي رامي نوايا، هدول اثنين من الشباب الجداد متميزين جدا، وفي منهم غيرهم متميزين. مهنة الدلالة، قبل ما أحكي على التجربة تبعي، مهنة الدلالة مهنة رائعة جدا، هي فيها متعة تواصل مع ثقافات مختلفة، بس بدها مؤهلات كتير. قديه بتحمل بذاكرتك ارشيف صور اماكن شخصيات ناس غريبه، ناس من داخل وخارج البلد؟ في كثير شخصيات انا رافقتها ونوهت عليها سابقا، بس اهم الشخصيات اللي كنت رافقها، هي كنت انبسط معهم، هي علماء الاثار، هي بيقولوا له educational tour، بيجوا من جامعات لبحث بالاثار، هي كانت صعبه بس كنت انبسط فيها، خاصه من جامعه مونتريال بكندا، كان يجمعوا علماء آثار من كل أنحاء العالم، يجوا بكل شهر بأيار قبل الأحداث طبعاً، وهلأ مقرر إنه يرجعوا يجوا. في شخصيات مهمة وإعلامية، وفي نجوم مثل أنجلينا جولي وبراد بيت، بس أنا أهم شخص رافقته وكانت جولة صعبة وناجحة جداً، جيمي كارتر رئيس أمريكا السابق. كانت أسئلته حساسة وصعبة عن السياسة وعن الأديان وعن المرأة، وكانت جولة ناجحة جدا. وفي شخصيات كتير رافقتها، رؤساء، عدة رؤساء دول، في رئيسة الفلبين، هي رافقتها مرتين وقت كانت رئيسة، بس بعد ما خلصت كمان اجت زيارة تانية، وكانت زياراتها متميزة، زورتها عدة محطات بسوريا، عدة مواقع بسوريا. رئيس المجلس التنفيذي للصين كمان كان شخصية قوية ومهمة. في كتير، حتى في بنجوم برات بأوروبا، مثلا في مهندس معماري هو نجم بأوروبا اللي صمم الاستاد تبع بكين، هدول كمان عرفته على الفن المعماري السوري، لأنه هدول بتلاقي بده يكون هو الدليل، بده يكون عنده مروحة من المعلومات، بده يقدم حاضر وحضارة سوريا، موسوعة ثقافية وباحث. هلا في بعض زملائنا الأدلاء يعني بياخذ الشهادة الجامعية أو بياخذ بطاقة الدليل، وبيعتبر حاله انه خلص الدليل بده يكون باحث، يعمل تقاطع معلومات بعدة مصادر، لانه نحن بنشتغل بالسياحه الثقافيه، والسياحه الثقافيه هدول ناس مثقفين وعندهم كثير معلومات عن واسئله كثير. الدليل بيشتغل 12 ساعه باليوم، منهم تقريبا 7 ساعات شرح، يعني اذا ما عنده معلومات قويه. هلا في ادلاء بيطلع بيقدم السي في تبعه، والسي في جيد بيكون تبعه، وبعدين يا بيطلع بيكمل صامت او بيعبي هواء، هذا ما بيقبلوه نهائيا يعني. والدليل الصامت هو ممنوع بسوريا للاسف، بس في بعض الحالات موجوده. الدليل هي مهنه صعبه وممتعه جدا جدا جدا، يعني اللي بيملك ادواتها كثير بينصر، بينبسط وبيترك بصمه. هلا نحن بعملنا كثير قدرت انا وكثير من زملائي، قدرنا نغير مواقف كتير، لأنه نحن بنطلع مع شخصيات أحيانا صحابين قرار، خاصة إذا سياسيين أو إعلاميين صحابين قرار. حتى خلال الحرب تقريبا تغيرت مهام الدليل شوي أو كتير. هلا نحن قبل الحرب كنا نقدم الجمال السوري، جمال المواقع، جمال التراث، بس للأسف بالحرب صرنا نقدم التراجيديا، وبدنا نشرح لهم شو عم يصير بسوريا، يعني عندهم فضول انه شو عم يصير بسوريا،
وهذا كانت كثير مهمة صعبة لأنه عندهم معبئين برا إعلاميا. شفنا لك صور هلا أستاذ عبد معي، يمكن بعض الناس ما بعرف إذا هن إعلاميين أو وفود أجنبية، عم تزير عم تشوف مناطق مدمرة بسوريا خلال الحرب كمان. إيه؟ مثل ما قلت يعني خبرنا عن يمكن هي المرحلة كمان، شو كنتوا أكثر شيء عم تركزوا عليه؟ شو كانوا عم يسألوا أكثر شيء؟ هلا هن عندهم فضول يعرفوا، يعني هن حاسين إنه في فجوة بين المعلومات اللي عم تصلهم من حكوماتهم وإعلامهم وشي الواقع. نحن بفرجيهم الواقع، عم فرجيهم شو الإرهابيين شو ساووا بسوريا، وعم بوضح لهم إنه كذب حكوماتهم، هي أهم شيء. وطلعوا من هون مقتنعين، وفي منهم يعني طلبوا على فكرة هلا كل سائح هو إعلامي. صحيح، يعني شئنا أن أبينا كل سائح هو إعلامي. يعني بعد الجولة بدقائق بتلاقي انتشر شو سمع من الدليل وشو شاف بسوريا. لذلك هون كون الدليل دوره كتير مهم صعب، لازم يتسلح بمعلومات قوية جدا ويمثل دولته مثل السفير، وأنا بحسه أحيانا أهم من سفير. لذلك أنا بتمنى من الجهات أنه يكون في اهتمام أكثر بانتقاء الأدلة، مو بس شهادة، انتقاء معلومات تكون واسعة عنه. والدورة الأدلة يعني عم تصير شهر ونص أو شهرين، تكون أكثر من 6 أشهر تكون، ويكون محاضرين متنوعين، وانتقاؤه هو أساساً يكون عنده معلومات وقابل لل، مو بس معلومة، بيكون باحث. يعني المعلومة إذا واحد دائم يقرأ سطرين ويطلع يقولهم ما مش حاول. قلتلكم أنا في نحنا أحيان الجولة 11 يوم، كل يوم في عنده 7 ساعات شرح، شو بدي يعبيهم؟ بدي يكون عنده كم هائل. بعدين الأجنبي ما بيقبل أنه أي كلام ينحكى. في بالمهمات أنا طلعت تقريبا فترة الحرب 6 سنوات اشتغلت مع مراسلين حربيين أجانب، وكانوا يكلفوني بالمحطات المعادية لسوريا. هون المهمة تلطيف مواقفهم أو تغييرها. ب 2018 وقت تحرير دوما قدرت أنجز شغلة بعتقد منيحة، وهي بصمة بحبها كتير أنا. كانت صعبة جدا مهمة بدوما يوم التحرير، وكان عم يتهموا جيش سوري بقصف بالكيماوي. هذا قدرت كذبه بشهود وعلى الواقع، جبت شهود مدنيين، وكان ما في اعداد مسبق، هو اعداد بالميدان مع تلفزيون امريكي اسمه ون امريكان نيوز، وصحفي اسمه بيرسون شارب، وموجودين. وبيوم واحد يعني كان على الكابل شان الملايين المشاهدات، وهذا يعني اثر بالراي العام وقدم الحقيقه. هلا كثير انا اعلاميين طلعت معهم فرجيتهم الحقيقه، بس اداراتهم ما بتقبل. صح، بس في منهم خليتهم يكونوا متوازنين شوي، وفي منهم واحد ما قدر يعني يخضع ويشارك بهاللعبه القذره، هو صحفي بريطاني قرر، برغم انه من اشهر المراسلين الحربيين بالعالم ومعاشاته عاليه، وقف عن اللعبه، قال لي لا بدي شارك بهاللعبه القذره ضد سوريا، لانه الاعلام كان الشريك طبعاً. وشريك قذر بالحرب على سوريا. وانا من سؤالك، انا دائما بقول لهم للسياح وقت نمشي بالشوارع خاصه شوارع دمشق وشوفوا هالناس، بقول لهم هي الحرب مو حربنا، نحن ما في بيناتنا حرب، هي مو حربنا، هي ايدي قذره من برات سوريا هي اللي عم تلعب هالحرب. لذلك هون الدليل بده يكون عنده انتماء كمان اكيد، ومعرفة بالتاريخ. هلأ تاريخنا كمان أنا بدي نوه على قصة كتير مهمة، وفي ناس بيزعلوا مني، أنا بعمل تقاطع من كل المصادر وبحترم كل المصادر، بس بدي بقول تاريخنا ما له أتراك وتورات. أنا بأمن بكل الأديان كمسلم، بأمن بكل الأديان وبعترف بكل الأنبياء، حتى الإسلام والمسيحية واليهودية هي جزء من ثقافتنا الروحية طبعاً، لذلك بعترف فيهم. بس تاريخنا ما هو حصرا اتراك وتورات، في وثائق ابلا وماري واوغاريت الف الثاني والثالث قبل الميلاد، في وثائق الاراميه والسريانيه، لازم نعتمد على الوثائق السوريه. ابلا وماري اوغاريت اول ملعب، اول برلمان بابلا، اول مدرسه بابلا من 5000 سنه، يعني اول نظام ري، اول مدن. بعدين لسه بنستخدم خرافات واساطير، لازم كمان نحن نستخدم وثائقنا السورية وإعادة كتابة التاريخ. هلأ ما حنستنى له الدليل ترجع تكتب التاريخ،
روح على أرشيف ماري وإبلة وأقريه واطلع على هالكتب وعمل تقاطع. وهلا أنا بالنسبة إلي أنا عم أحكي هالكلام، يمكن عم أحكي هالملاحظات، أنا تاريخي صار خلفي، عم أحكي هالملاحظات للأجيال الجاية، وأنا ثقتي كبيرة بالأجيال الجاية وهن إمكانياتهم كبيرة، ظروفهم صعبة حتتغير الظروف إن شاء الله. عم نحكي عن الحرب والشيء اللي صار ضمن العشر سنوات أو الـ11 سنة الماضية. كتير كلنا بنعرف أنه كتير من الآثار المهمة بسوريا والقطع التحف تعرضت للسرقة وتعرضت الآثار للتخريب بشكل كتير كبير. يعني اليوم في شيء مشاريع لترميم بعض المناطق. هلا بأواخر 2021 شفنا كان في فريق سوري روسي بمنطقة تدمر اشتغلوا على ترميم وتنظيف نهر أفقة يلي هو كلنا بنعرف انه هو شريان الحياة بمنطقة تدمر، وهو يعني العرق مثل ما بيقولوا انه اللي بيضخ كل شيء لمدينة تدمر بالمياه وهيك قصص. اليوم من خلال جولتك، من خلال اطلاعك على موضوع السياحة والآثار، في شيء مواضيع جديدة أو مشاريع جديدة بتهدف لترميم شيء من المناطق الأثرية اللي تعرضت للتخريب؟ زينب كانت بحلب يمكن من فترة، سوق السقطية. مزبوط. في إعجاز عم يصير بحلب، في سوق مشهور جدا بحلب، هو كان يعني أهم عوامل الجذب السياحي بحلب هي القلعة وسوق المدينة اللي طبعاً. طوله 10 كيلومتر عفوا 10 كيلومتر مع تفرعاته طبعا مو طول بس. صار لحد الآن 3 أجزاء ترممت بسرعة هائلة ورجعوا مثل ما كان. هلأ تدمر في مشروع للترميم لسه ما بدأ، كان لسه هلأ عم يحطوا الخطط ليرمموا نبع أفقة وقوس النصر عم يشتغلوا بدأوا بالتخطيط. هلأ شو في لك شغلة، سوريا في 10,000 موقع واللي تحت الأرض 1000 ضعف اللي فوق الأرض، لذلك قد ما دمروا لسه في شيء حلو. حتى تدمر عمل رحلة، هلأ عمل رحلة تدمر صدقيني لسه يعني المنظر العام لتدمر لسه حلو، عم اخذ سياح وعم يستمتعوا. في مناطق صعب ترميم فيها عم يكون انه التخريب انه واصل لمرحله صعب الترميم. مدن سوريه قبل هلا تيمورلنك ودمر دمشق وحلب واجا زلازل واجا كذا ورجعت ترممت، بهذاك الوقت ما كان في مكانات، كان في حترجع مثل اول انه نحن الاثار انه هي نحن عم نروح أهم نتفرج عليها. الانسان لسه ما تدمر، وقت صعب هلا ما عم هوين، نحن عم نتعرض هلا حاليا لحرب مركبه صعبه جدا، وهذا اللي قلته لآخر مجموعة، أفكر آخر مجموعة رافقتها ب1/1/2022 مع شروق شمس السنة الجديدة رافقتها، وهي 7 جنسيات 12 شخص مجموعة كبيرة، هي أول مجموعة كبيرة تجي من سنتين، زاروا كل المواقع ويعني بيقولوا لي إنه لا ما منصدق أمور لا تصدق إنه لساتكم سيريا ستيل ستاندينج، يعني هي أمور لا تصدق. صحيح. أنا ما عم بالغ، أنا ثقتي كبيرة بالإنسان السوري. ثقتي كبيرة بالإنسان السوري وخاصة حلب نموذج. صحيح. ترميم الأسواق يعني بسرعة، حتى في محلات عم ترمم هي أصحابها بسرعة وبسرعة هائلة وفتحوا. يعني حلب عانت، ما في مدينة عانت قد ما عانت حلب، ورغم هالشي ما في مدينة فيها سرعة أعمار سواء المنطقة الصناعية بشيخ نجار أو بالمدينة القديمة. قلعة حلب صارت جاهزة والمتحف افتتاح مبدئي كان منيح. في حي جديدة قيد هلا عم يزبطوا الحجار وحيبلشوا إن شاء الله وعم يباشروا، يعني أكتر شيء فيها مباشرة بالترميم على الواقع هي حلب. مع احترامي للكل يعني إنه هلا في حمص فيها بدها ترميم كتير بس وريف دمشق لسه الحياة. هلا نحن وقت يوم راس السنة في شغلة حلوة لو انه في لهم الناس عليها ملاحظات، دمشق بيوم راس السنه كانت حج، اجتمع اكثر من 1,000,000 إنسان بدمشق القديمه. لا شك هذا شيء حلو بس بده ضوابط لانه المدينه ما كانت تقدر تستوعب، بدها حمامات بدها كثير شغلات. لذلك انا بقول كمان الحل، هلا رحنا بقصه ثانيه رحنا الحل، بس نحن هي سياحه ودلاله، كانت موضع اعجاب هذا العدد الضخم لسياح انه حبوا الحياة. نحن هي حياة يعني في طبعاً. حياة أنا بقول لازم نرجع ننمي الريف سياحيا مشان هالأعداد اللي عندها رغبة تجي تلاقي شيء حلو كمان بالأرياف، منشآت سياحية ونشاطات سياحية
مو بس دمشق، لأنه دمشق القديمة صارت متكاملة بس ما بتستوعب مليون إنسان بليلة واحدة. تمام. يمكن أنتوا غطيتوه وشفتوا قديش الكاميرات قديش كانت صعبة تغطي، بس هذا مؤشر حلو. هذا مؤشر حلو أنه مليون إنسان إجوا حج على دمشق القديمة. أكيد. يعني الحمد لله. أكيد إن شاء الله بترجع الأمور أحسن إن شاء الله يا رب. أكيد. هلأ طيب، بما أنه عم نحكي عن الأدلاء القديمين والمخضرمين، اليوم حكيت كلمة كتير مهمة، هي قواعد أو معايير انتقاء الأدلاء السياحيين ليكونوا فعلا واجهة، لأنه هني واجهة وسفراء طبعا لسوريا. شو بتنصح كل حدا حابب يفوت بهذا المجال من خبرتك الطويلة والناس اللي شفتها وهيك التجارب كلها اللي مرقت فيها، شو بتنصح هذا الجيل الجديد ليحافظوا على سمعة الأدلاء السوريين الخبراء القديمين؟ اول شيء للجيل الجديد بقول لهم انه خلي ثقتكم بنفسكم كبيرة، وانا ثقتي كبيرة فيهم. على فكرة هذا الجيل عنده امكانيات، انا حفيدتي عمرها 9 سنين بتقعد بتناقشني، هذا نحن ما كان عزمنا. بتناقشني بكتير شغلات وبتناقشني بموضوع المتحف والآثار، يعني بتعرفني دليل سياحي بتناقشني، لذلك أنا ثقتي كبيرة وأنه أؤمنوا بنفسه، لأنه في ناس عم تكسر لهم مقاديفهم. نعم. هن ظروفهم صعبة، إجوا بوقت صعب. ماري واكيم اللي قلت عنها ورامي نوايا، هدول الاثنين أنا تبنيتهم وعطيتهم كتب خلال فترة الكورونا. صرنا نعمل فيرتشوال تور عندي، جولات افتراضية. وهلأ نزلوا على السوق وأثبتوا جدارة صدقا، في ناس صار لهم 20 سنة ما وصلوا للمرحلة لهدول الاثنين. أنا جايب عم جيب مثال، وفي أكتر مثال، في منهم أحبطوا أنه بعد ما أخذوا البطاقة سنتين وقفوا دغري، إجت وقفت. لا بيجي، بس هن كمان بدأوا بقولهم أنه يشتغلوا كمان شغلة تانية. أنا بقول برد بكرر، لازم محبة البلد ومحبة البلد وقت يعرف تاريخ سوريا الحقيقي والمشرف. أكيد. مو خرافات وأساطير يعني. نعم. هي أنا نصيحتي لكل دليل أنه يؤمن بنفسه، والظروف بدها تتغير. نعم. الظروف بدها تتغير، وأنا مؤمن بإمكانياتهم الهائلة جدا. بس في شغلة، نحن عندنا موجز أخبار، لأنه أستاذ عبد الحفيظ ممتع معك وما بيخلص، بس أكيد بالحلقات القادمة رح نحكي أكثر عن كتير تفاصيل ممتعة عن تاريخ سوريا وثقافة سوريا وخبرتك الطويلة. نحن بنشكرك لوجودك على كل المعلومات والنصائح اللي أعطيتها لكل اللي حابب يفوت بهذا المجال، وإن شاء الله نهارك كتير حلو يكون. شكرا كثير لكم. شكرا لإلك ولهالمعلومات الحلوة، وأكيد إن شاء الله بتضلوا بخير وسوريا بتضل بخير، والخير قادم كتير لسوريا إن شاء الله بإذن الله. أهلا وسهلا. أهلا فيك.